أول شيء راح نسوي depth orientation wave. طبعا نمشي على المينيمم اللي هي هسه هذا تقريبا مليم، هذا شويه اكثر مليم وشويه، بس احنا نريده مليم وشويه. بس راح اقول لكم شوكه تسوون مليم ونص، كله سووه على مليم لحد الفينشينج لاين نص. وبعدين من حد ياخذ اكيد لا ورا ما اي بعدين شو نسوي ريدكشن قلنا لكم. هذا الويل ايه هو هذا بالويل هذا يتحضر به الكلوزر سيرفيس واللينجوال سيرفيس مع الانتيريور. هذا الويل ويل يعني طبعا ما نسوي هيك، شو نسوي احنا؟ راح نرجع على الجروبس مالتنا البقية صح لو لا، لانه هو ناصي بعد لازم تنصي اخر شيء اخذه يعني اسوي يعني شيء مستوي لو لا اي طبعا نروح شلون لا 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 شلون هذا ايش يصير هذا ليش احنا بنسوي هيك على مود نزيد المساحه السطحيه لالتصاق يعني بين السمنت والكراون يعني انترفيس اوكي. هسه بعدين شو نسوي orientation grooves او depth orientation grooves بالبكال سايد. طبعا راح يصير تو ستيب لانه احنا عندنا فانكشنال كاسب، راح يصير تو ستيب. ستيب هيك عدل بس والستيب هذا بالهيك احنا تبتدي تسوي جروبات براحتك اوكي. بس هنا من تشتغل الحافه مالتنا تعرفون هي مليم، فبس فوت نص من الفينشينج لاين، بس نص من الفينشينج لاين نص البير. هاي انت خبي جنجبه يعني سوبر جنجبه او وذ جنجبه اوكي. تشوفون هاي اول ستيب فرع عليكم عدل ويا ويا اللونج اكسس مال التوت عدل، لانه احنا حنشتغل شنو تو ستيبس اوكي. هسه مو اشتغلنا هيك حنوصل بيناتهم توصل بيناتهم تنزل من المرايه وتباوع وكلوزل وتوصل خوش.
قسم يقول لك شنو هو السنان قطة روح كفرها قسم هيش يقول لك. بس انت ورا ما تكمل الكراون مالته او البريج مالته خلي شنو يعني فلو اب تابعه اخذ رقم تليفونه شوفه هسه تشوف ورا السنة يقول لك تعال ذول الجماعة اللي قطوا كبر ورا السنة تعال صار عنده وجع لو مثلا قام يتحرك لو وقع ولا زقته مرتين مثلا. فاحنا الكراون بريدج مالتنا كلش دقيق لازم ووتر كول لازم التاتش مالتك ليسر كونتينيوس تاتش لا على كيفك اوكي. اللي يضبط الكراون بريدج اللي يضبط الكراون بريدج هذا يطلع يعني استاتيك فهمت شلون يعني استاتيك سبيشاليتي يعني يطلع اخصائي تجميل اسنان لانه راح يعرف شلون يسوي فينير راح يعرف شلون يسوي راح يصير عنده المام بكل هاي الامور. شوفوا لي الفينشينج لاين شلون صار دكتور احنا مش طبيعي
ايش راح نسوي؟ نسوي البذر مالتنا. شوفوا هاي اندر كات. منو شايف هالاندر كات؟ من هاي يسار. بس انتبهوا عليه شباب. اندر كات من يطلع لي اندر كات؟ دفاع مجان صار والله الاسبوع اللي وراح لا خاين طلع لي اندر كات هاي الورقه ما كان مع امريكا ليش طول؟